أحبتي وأصدقائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إخوتي في كل مكان، هل يجوز تعتيق العطور في وجود الهواء الجوي؟ يعني أقصد في وجود أكسجين الهواء الجوي، وهل ده يعني الموضوع ده له فوائد ولا أضرار على العطور المخزنة؟ يعني الموضوع ده أنا بطرحه للجميع، ويعني لأني شاهدت أحد الإخوة الأفاضل على اليوتيوب بيتكلم عن تعتيق العطور باستخدام أو في وجود الهواء الجوي، أو بأكسدة العطور بمعنى آخر، بأكسدة العطور. وطيب قبل ما نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل، لابد نعرف يعني إيه تعتيق العطور. التعتيق العطور، حضراتكم عارفين إن أي عطر بيكون عن مجموعة من الزيوت العطرية الأساسية، وهذه الزيوت العطرية بتكون ما يعرف بالهرم العطري من قاعدة العطر ووسط العطر وافتتاحية العطر. هذه الزيوت العطرية بيضاف لها الكحول اللي هو كحول الإسايل وبعض المواد الأخرى من محسنات كمثبتات أو ماء مقطر أو خلافه على حسب نوع الشركة المصنعة. والعطور دي تعبأ في زجاجات داكنة زي السمرة اللي معايا دي كده، اللون الأسمر، يعني زجاجات غير منفذة للضوء. اللي بيتم تخزين هذه العطور في جو مناسب، يعني تحت شروط معينة. هذه الشروط بتكون عبارة عن العطور بعيدة عن الضوء، بعيدة عن مصادر الرطوبة، بعيدة عن الهواء الجوي وأكسجين الهواء الجوي، بعيدة عن درجات الحرارة المرتفعة. علشان كده حضراتكم يعني اما يعني شفت الفيديو ده، يعني الأخ الفاضل لقيته بيقول ان اللي طيب نحن بنفضي الجزء من الزجاجة وبنسيب الجزء الفارغ اللي هو الموجود ده كده على أساس يدخل الهواء الجوي لداخل الزجاجة وأكسجين الهواء الجوي. بالنسبة للموضوع ده، يعني حضراتكم لازم تكونوا عارفين إن أكسجين الهواء الجوي له أضرار كبيرة جدا على تركيب العطور، لأن فترة التعتيق حضراتكم تكون فترة طويلة، ممكن تقعد من يعني أشهر، عدة أشهر إلى عدة سنوات على حسب الشركات المنتجة. ده بخلاف العطور الجاهزة اللي هي زيوت العطرية من نوع الفريجرانس، ده بينجبها اللي بيسموها عطور التركيب، بيجيبوها وتتركب في الحال وتستعمل في الحال، يعني لا تحتاج لعملية تعتيق. أما الزيوت العطرية الأساسية أو المصنعة بواسطة الشركات العالمية، هذه تحتاج إلى تعتيق لفترات طويلة جدا لضمان إتمام التفاعل وبين مكونات العطر والتجانس، وبحيث أنه هو يحسن من جودة وصفات العطر من حيث الثبات والفواحل. فيعني لقيته بتكلم بيقول ان احنا بندخل الهواء جوه الزجاجة وعلى اساس ان فيها اكسجين، هذا الاكسجين بيعمل اكسدة للعطور وبالتالي يؤدي الى تحسينها. حضراتكم انا برد على الموضوع ده وبشدة. طيب يعني احنا للناس اللي دارسة وعارفة ان العطور داخل فيها مكون أساسي وهو كحول الإيثايل. كحول الإيثايل دوت حضراتكم يعني زي أي منتج بيكون فيه كحول الإيثايل،
لو جه عليه او تعرض لاكسجين الهواء الجوي ويتعرض للاكسده فيؤدي الى تغير هذا النوع من الكحوليات الى مركبات اخرى، يتحول الى مركبات اخرى. ازاي؟ حضراتكم الهواء الجوي موجود فيه بكتيريا بيسموها بكتيريا، تسمى بكتيريا حامض الخليج او ما يسمى بالاسيتوباكتر. بكتيريا حامض الخليج او الاسيتوباكتر بتفرز انزيمات لو موجوده داخل الزجاجه متعرض لها العطور اللي هي المحتوي على كحول الاسيل، بتفرز انزيمات يسمى او انزيم يسمى انزيم الاكسيديز، يحول هذا الانزيم كحول الاسيل اللي موجود في زجاجه العطر يحوله الى مركب وسطي يسمى الاسيتالدهايد او يسمى الدهايد الايثايل او بيسمى الاثينال. المسميات دي كلها مسميات، انما احنا هنتفق ان هو مركب وسطي عند تعرض كحول الاسيل موجود في زجاجه العطر الى اكسجين الهواء الجوي يحوله الى مركب وسطي وهو الاسيتالدهايد، ثم يتاكسد هو الاخر الى حامض الخليج اللي هو اسيتيك اسيد. حضرتك تيجي بعد فتره وخصوصا لما تتعرض لفتره طويله، والاخ بيقول ان احنا بنعرضها لفتره طويله، تلاحظ ان الكحول الاسايل اللي موجود في الزجاجه ومرتبط بالمكونات الاخرى تحول الى حامض خليج او بمعنى الاخر او الاسم العاميه اللي هو الخل. هذا النوع طبعا من المنتج اللي طلع عندي يؤدي الى تغيرات غير مرغوبه في العطر، طبعا بيؤدي الى وجود رائحه نفاذه وكريهه، وتحول الكحول الاسايل الى منتج اخر عن طريق التفاعل الكيميائي اللي حدث بفعل اكسده واكسجين الهواء الجوي لهذا العطر. لذلك انا برد وبشده على مثل هؤلاء الناس اللي بيتكلموا على تعقيق العطور في وجود الاكسجين الهواء الجوي، نقول لهم لا يجوز تعتيق العطور أي تخزينها لفترة طويلة جدا بعيدة عن الضوء، بعيدة عن الحرارة، بعيدة عن الأكسجين، بعيدة عن الرطوبة العالية، لا يتم تخزينها في وجود الأكسجين. فلذلك ننصح إذا كنت حضرتك، طبعا دي ببشو يعني الموضوع ده شغل الشاغل للشركات الكبرى والناس اللي هي بيتاجر في عطور من أزمنة بعيدة، ولكن اللي بيعمل عطور تركيب ده في الحال بيستخدمها في الحال. فحبيت أرد على مثل هذا النوع من الإدعاء، لأن لا يجوز استخدام الهواء الجوي وأكسجين الهواء الجوي في تعتيق العطر أي تحويل العطر إلى رائحة أفضل، ولكن بالعكس يؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة جدا بسبب أن العطر أو كحول الإسيل الموجود في العطر تحول إلى مركبات أخرى وهو حامض الخليج أو ما يسمى بالأسيتيك أسيد. ولذلك يجب تماما أن تكون الزجاجات مغلقة جيدا لعدم دخول الهواء حتى ولو أثناء يعني أثناء الاستخدام، ولكن إحنا بنتكلم على الفترات الطويلة. يعني لو تركت يعني زجاجة عطر أو برفيوم لفترة طويلة وهتبص تلاقيه تغيرت في اللون، تغيرت في الرائحة، وذلك بفعل الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الهواء الجوي وأهمها بكتيريا حامض الخليج اللي هي أسيتوباكتر. ولذلك ننصح أن احنا بنعمل عملية التعتيق تكون يعني اللي عايز يخزن عطور يعني في أربع حاجات زي ما اتفقنا: بعيد عن الضوء، بعيد عن الحرارة، بعيدة عن الهواء اكسجين الهواء الجوي، وبعيده عن الرطوبه. حضراتكم ده موضوع اليوم. احنا يعني القناه عندنا هادفه وبنحاول نصحح المفاهيم يعني بناء على تجاربنا العلميه وتجاربنا العمليه في الحياه وفي هذا السن، ان احنا بنقول الحاجه اللي هي الاصلح وبنصحح بعض المفاهيم والمعلومات اللي ممكن تكون خاطئه عن بعض الناس. ده كان موضوع اليوم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش حضراتكم باللايك والدعم ليه، واكون شاكر لحضراتكم يعني تكرما وليس امرا. حضرتك انزل واعمل
اشتراك ودعم الفيديو على أساس نكبر بحضراتكم. تحياتي لكم جميعا، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.